الفنان عنده الباليت تبع الالوان كلها دائما موجوده. اوقات بياخد منا اسود وابيض، اوقات بياخد منا كل الالوان، اوقات بياخد ثلاث الوان مكملين لبعض. والقصة بتصير لا شعوريا، لانه بتركيبه دماغه للفنان، او بتركيبته البسيكولوجي، او بتركيبه العلاقه النظر عنده يعني البصري مع تفكيره، راكبين بشكل هارموني، بشكل انه هو بياخذ دائما الالوان اللي بتمشي مع بعض، لانه القصه ما لها علاقه بالعلم، العلاقه بالخلايا البصريه خلقانين عنده بشكل انه بيستقبلوا وبيركبوا اللون والشكل بطريقه فيها هارموني، فيها تناغم. كيف بيختار الوان؟ انا برايي بتجي بالصدفه، يعني بتجي بوقتها. وبتجي كمان مراحل، بتلاقي احيانا بيجي على بالي استعمل الازرق والاحمر مثلا نقول، او بستعمل اسود وابيض، او في اوقات بستعمل كل الالوان مع بعضها. هلا مثلا بهالفتره عم برسم كثير اصفر، يعني هو لون صعب. بس ليش؟ يمكن لسببين. سبب اول شيء انه الفنان بطبيعته ما بيحب كثير يكرر حاله، بحب يفوت بتجارب دائما، خاصة أنا فني كتير تجربة إكسبريمنتال. وتاني سبب إنه ما فيك تطلع بتجربة جديدة وتضل بنمط بالكولر معين، لأنه تجربة الشكل لها علاقة كمان بتجربة اللونية. وكل الماتيار أو كل شكل تابلو، يعني إذا كان مربع أو مستطيل، بيستقبل أنواع بالألوان بتنجح أكثر من ألوان تانية.